بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النص اليوم هو نص اللغة والمجتمع لأحمد سعيدان. النص كفكرة إجمالية بيتكلم عن أهمية اللغة العربية وإزاي إن اللغة العربية كانت لغة متقدمة على مر العصور. بالنسبة للفكرة الأولى بتتكلم عن خلود اللغة العربية. النص بيقول لنا اللغة ظل أصحابها، إن تقدموا تقدمت وإن تأخروا تأخرت، وليس هناك لغة هي بطبيعتها لغة علم وأخرى هي بطبيعتها لغة عاجزة عن احتواء العلم أو أداء معانيه، ولكن المجتمع قد ينشط فينمو فيه العلم وتنمو لغته للتعبير عما يستحدثه نمو العلم من أفكار، أو قد يخمل المجتمع فيقف فيه نمو العلم وتدخل فيه اللغة مرحلة سبات كسبات النبتة في فصل الخريف تجف أطرافها وتتساقط الأوراق. النص الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن اللغة هي مرآة أو هي صورة لأصحابها. لو أصحاب اللغة أو أصحاب أي لغة هم متقدمين، اللغة برضو هتكون متقدمة، مفيش حاجة اسمها لغة متخلفة بطبيعتها ولا في حاجة اسمها لغة متأخرة بطبيعتها، ولكن كل أهل لغة هم اللي مسؤولين عن تقدم اللغة بتاعتهم أو عن تأخر اللغة دي. خلاص، كل ما يكون المجتمع اللي بيتحدث بهذه اللغة مجتمع متقدم هتكون اللغة بتاعته لغة متقدمة، أما إذا كان المجتمع مجتمع متخلف فهتكون برضو اللغة بتاعته هي لغة متخلفة. اللغة تعبير عن المجتمع اللي هي موجود فيه، زي بالظبط اللغة لو كانت مش متقدمة هي عاملة زي النبات في فصل الخريف، زي ما النبات في فصل الخريف بيبقى فيه سكون سبات بتتساقط أوراق النبات ده، كذلك بالظبط اللغة في مرحلة في المرحلة اللي بيكون فيها أهلها متأخرين بتكون برضو اللغة متأخرة زي أوراق النبات بالظبط. لو احنا بصينا قدامنا بالنسبة لمواطن الجمال فبقول مثلا كلمة اللغة ظل، هو هنا شبه اللغة وكأنها ظل، ان تقدموا تقدمت ان تأخروا تأخرت، الاثنين دول اسلوب شرط للتأكيد. تقدموا وتقدمت ان تأخروا تأخرت، هنا محسن بديع في مقابلة ما بين ما بين الاثنين، ما بين تقدموا وتأخروا وتقدمت وتأخرت. ليس هناك لغة، ده اسلوب قصر بتقديم الخبر هناك على اسم على اسم ليس. احتواء الحلم لا واداء معانيه، احتواء العلم واداء معانيه، هنا العطف افاد تعدد وتنوع قوه اللغه وقدرتها الكبيره على الاستيعاب. عندنا لكن بتفيد الاستدراك، لكن المجتمع ينشط، هنا استعارة مكنية ما بين كلمة ينشط ويخمل، هنا محسن بديع طباق، ينمو فيه العلم ده استعارة مكنية، ينمو فيه العلم برضو نقدر نقول عليه أسلوب قصر بتقديم الجر والمجرور يفيد التوكيد والتخصيص. تنمو لغته استعارة مكنية، صور الشاعر اللغة زي ما يكون كائن حي وبينمو. أما بالنسبة للفكرة الثانية فبتتكلم عن أصالة اللغة العربية. النص بيقول لنا فإن لقينا في العربية عجزا فذلك عجز العرب، أما العربية فذات ماض عريق في العلم، بل هي أعرق اللغات الحية قط، فمن قبل أن تصبح لغات اليوم لغات علم وأدب حملت العربية لواء العلم والحضارة، لم تعجز ولم تهن حتى غدت مضرب مثل اللغات التي عاصرتها، ولكن ضعف العرب ووهنهم عاق نمو اللغة وتطورها. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان احنا اللغة العربية عمرها ما كانت لغة عاجزة، بالعكس اللغة العربية منذ القدم وهي لغة عريقة، لغة عظيمة. اللغة العربية كانت لغة العلم قبل وكل العلوم الحديثة اللي قدامنا اللي موجودة كلها، خلاص كانت بدأت في أيام اللغة العربية وفي حضارة اللغة العربية. فاللغة العربية هي لغة علم، ولكن تأخر أهل اللغة العربية هو اللي أدى لتأخر اللغة. اللغة العربية كانت دايما وعلى مر العصور خلاص هي مثل واضح للتقدم وللعلم، أما تأخر أهلها هو اللي ضعف من اللغة العربية.
بالنسبة لمواطن الجمال فإن هنا بتفيد الشد في العربية، لقينا في العربية عجل، ده تقديم الجر والمجرور، ده أسلوب قصر بيفيد التأكيد والتخصيص. أما العربية فذات ماض عريق، هنا استعارة متنية، صور وكأن اللغة العربية بإنسان عظيم له تاريخ. تمام، عندنا كلمة أعرق اللغات، ده اسم تفضيل بيدل على أن هي أعلى وأرقى اللغات. حملت العربية لواء، استعارة متنية، لواء العلم، شبه العلم وكأنه إيه؟ راية، لواء يعني. لم تعجز ولم تهن، استعارة متنية، سر جمالها التشخيص. لم تعجز ولم تهن، في برضو ما بينهم إيه؟ إطناب. وهنا لم تعجز ولم تهن، قلنا العطف يفيد التأكيد. حتى غدت مضرب مثل اللغات المعاصرة، هنا كناية عن إيه؟ إن اللغة العربية كانت لغة رائدة على مر العصور. بالنسبة للواجب هو حل التدريبات البوكلت. شكرا على حسن الاستماع والمتابعة.